ازيكم يا اولاد؟ ازيكم يا احلى حاجه في الدنيا؟ تعالوا بقى ايه نعالج. الحقيقه ان المين لاين اوف تريتمنت في الكرونيك اسكيميا ميديكال. المين لاين اوف تريتمنت في الكرونيك اسكيميا ميديكال. ما بنعملش سيرجري الا لما العيان يروح فاونتين ثلاثه او اربعه. فاونتين واحد وفاونتين اثنين، يعني طول ما هو اسيمتوماتيك او جاست كلوديكانت العلاج ميديكال. لما يروح على فاونتين ثلاثه اللي هو ريست بين، او فاونتين اربعه اللي هو ستارتنج جانجرين او ألسر ريزيستنت فور هيلينج، فده انديكيشن فور سيرجري. وان العيان الحقيقه طول ما هو ماشي ميديكال تريتمنت ومتابعته بالدوبلر والدوبلكس، اول ما يوصل فونتين ثلاثه او اربعه ده انديكيشن فور انجيوغرافي. الخطوط العريضه واضحه ولا؟ يعني طول ما العيان فونتين واحد واثنين هو ميديكال تريتمنت وما بتابعته دوبلر او دوبلكس. لو عيان دخل على فونتين ثلاثه او اربعه فده انديكيشن فور سيرجري. السؤال الجاي، طب ممكن بعض الحالات من فاونتين 2 نعمل لها عمليه؟ يعني سيلكتد كيسز، يعني مثلا واحد بيجي له كلوديكيشن بين على 200 متر وده علاجه ميديكال بس هو شيال، فهو واقف في محطه مصر، واحده نازله بشنطه لا عني كموزه وراح شايل الشنطه وماشي. طبعا هو كان بيمشي 200 متر من غير شنطه، فلما شال الشنطه ومشي التقل زاد عليه فقفش على 100 متر، فقبل ما يطلع بره المحطه قفش. اي اي شيل عنا يا مزه. طب هو ده هياخد فلوس ازاي ده ولا؟ فهنا الكوليديكيشن بين انترفيرنج ويز بيشنت اكتيفيتي، فده انديكيشن فور سيرجري، لان هو الكوليديكيشن بين رغم انه فاونتين اتنين بس كلوديكيشن بين قعدته، فاهمين ولا؟ يعني قعدته ومش عارف يشتغل، خلاص ده انديكيشن فور سيرجري. في حين ان نفس العيان مثلا لو 200 متر او 300 متر وبيشتغل قاضي مثلا، حلوين يعني، هو بيعمل ايه يعني؟ وهيمشي في الشقه شغالين 200 متر، وبعدين هو لما بيجي ينزل يروح المحكمه بيركب اسانسير، ينزل تحت يركب العربيه، السواق يوديه المحكمة، يطلع فوق بالسانسير يرجع له حكمين وينزل. حلوين، فاهمين؟ فأنا مش هعمل له عملية. يعني زي ما انتم شايفين نفس العيان و200 متر، بس ما كان شيال كان الوضع مختلف عن كونه قاضي، فاهمين؟ وهو شيال كان الوضع مختلف عن كونه قاضي. وهو قاضي لا ما عملناش عملية، لكن هو شيال لا عملنا له عملية، لأن ال 200 متر كانوا انترفيرنج وذ بيشنت ايه اكتيفيتي. السؤال الجاي، طب ليه ما بنعملش عمليات لكل الناس؟ لان انا لما بخش مثلا حته ضيقه وفيها كولاترال كده، فيها كورن، فانا بخش اسلك الشريان بالجراحه فالكولاترال كلها بتتقطع. مش مشكله، ما انا بحط جرافت تخينه، الجرافت من الران ان للران اوت دي زي كولاترال تخينه، حلو قوي. ايوه بس لو اتسدد تبقى انت قطعت الكولاترال وحطيت جرافت اتسدد، يعني قطعت الكولاترال وحطيت جرافت اتسدد خلاص، فانت حولتها من كرونيك لاكيوت ورجل هتتقطع، لان انت قطعت الكولاترال فحولتها من كرونيك الى اكيوت والجرافت اللي انت حطيتها اتسدد بثرومبوز، ولذلك ما بنغامرش برجل العيان، فاهمين؟ على زي بالظبط الكوروناري، الكوروناري اسكيميك هارت ديزيز علاجه ميديكال، ما بعملش سيرجري الا لما يبقى انتراكتابل انجينا، يعني دخل زي فاونتين ثلاثه واربعه يعني. يوم ساعتها لازم اتدخل لان قلبه على وشك ان يموت، يعني زي ما مثلا فاونتين ثلاثه واربعه رجله على وشك انها تبقى جانجرس، فهتدخل تحت شعار يا طابت
يا 2 عور خلاص يعني هتدخل وخلاص هعمل ايه؟ ما هو رجله على وشك الغرغرينه. فانا لازم اتدخل. فاهمين على ده؟ لا. عشان كده اسكيميك هارت ديزيز او اسكيميا اوف ذا لور لمب المين لاين اوف تريتمنت ميديكال. المين لاين اوف تريتمنت ميديكال. السؤال الجاي ميديكال ايه بقى؟ هيوقف سجاير ونتحكم في الدايابيتس ونتحكم في البلاد بريشر ونتحكم في الليبيدز بتاعته وفيتامين بي 6 وفوليت وانيا ونعالج له الانيميا ونديله انتي بليتليت. ممكن نديله ادويه من اللي هي بتزود مرونه الار بي سيز، يعني تخلي الار بي سيز مرنه كده فتتزفلط في الحتت الضيقه وتخش، زي البنتوكسيفيلين ده بيزود مرونه الار بي سيز فيخليها تخش في الحتت الضيقه، ويبدا بقى يكير رجله، يغسل رجله وينشف رجله ويبدر رجله ببودره ايفا بالصبار اللي هي بتاعت الفنجس عشان ما يجروش فنجل انفكشن فيهرش فيعور نفسه، ويلبس دايما شراب قطن يمص العرق، ويلبس جزم خفيفه عشان ما يتعورش، يعني سكيتشر كامبرز فينز طبعا خنافس وفاهمين يعني اللي هو زي الكاوتش بتاع باتا يعني، عشان هو لو اتعور رجله مش هتخف. فاهمين على ده؟ ويعمل اكسرسايز، ما يبقاش سيدنتري لايف، يقوم يتمشى. السؤال الاولاني هو العيان يعمل اكسرسايز ليه؟ يعني هو بيقول لك انا لما بمشي رجلي بتقفش، تقوم تقول له اعمل اكسرسايز؟ ده حاجه غريبه برضه. يعني ليه مش عايزه سيدنتري لايف؟ ليه عايزه يعمل اكسرسايز؟ ايوه بس هو طبعا قاسم اجابته تارجتنج عشان يفتح الكولاترال، دي احسن اجابه فعلا، عشان الميتابولايتس تفتح الكولاترال. ايوه بس هو بيقفش لما يمشي 300 متر، نعمل ايه؟ هو بيقفش 300 متر، ازاي هلعب اكسرسايز هو بيقفش 300 متر؟ يمشي 250 وبعدين يريح وبعدين يمشي 250 وبعدين يريح وبعدين يمشي 250 بعد شويه اللي هو يمشي قدر المستطاع. بعد شويه هيلاحظ حاجه انه كان بيمشي 300 متر بدا يمشي 350 بدا يمشي 400 لان الميتابولايتس اللي بتتراكم بتفتح الكولاترال. فالاكسرسايز ده مهم قوي. يمكن انتوا خدتوا الكلام ده كمان في الكارديولوجي ان العيان اللي عنده سكيميك هارت ديزيز لازم يتمشى لان المشي بيفتح الكولاترال، فده مهم عشان خاطر ايه؟ يزود البرفيوجن. انت عارفين ميديكال تريتمنت دولت العيان بيتحسن عليه، يعني العيان بيتحسن عليه فعلا. يعني نقول مثلا 50% من العيانين هيتحسنوا بعد ما كان بيمشي 300 متر هيمشي 400 وبتاع وهيتحسن. يعني 25% من العيانين هيقعد زي ما هو فمش هيتعمل له عمليه، 25% من العيانين هديتيريوريت واضطر اعمل له عمليه. فاوعى تفتكروا ان الكونزرفاتيف تريتمنت ده ما بيحسنش العيان، لا بيحسنه. اوعى تفتكروا ان مثلا عام بتاع الانجينا بيكتوريس انا بديله الدواء يوم العيان يسالني هو الدواء ده هيحسنني، اقول له لا بس انا عايزك تاخده الدواء ده كله، هيقوم يمد ايده عليك انت بتحشش يعني، اكيد هيتحسن. طب هو كل العيانين اللي عندهم انجينا بيكتوريس وبياخدوا علاج الانجينا بيكتوريس مش مفيش شويه منهم هيوصلوا الكابج؟ في شويه منهم هيوصلوا الكابج، اتنيلوا بالديتيريوريت فهيوصلوا الكابج فاهمين، لكن في نسبه لا ما بتحتاجش كابج طبعا، هو اتحسن فمش محتاج كابج. ولذلك مهم قوي فهم ال الكونزرفاتيف تريتمنت. ف
فاهماني؟ مهم قوي انا هتابع العيان في مرحله كونزرفاتيف تريتمنت ده في فاونتين واحد واثنين، هتابعه بالانكل بريكال اندكس. مهم قوي ان الاقي العيان ثابت ثابت ما فيش ديتيريوريشن. فاهمين يا ولاد؟ لو في ديتيريوريشن لازم في مشكله. العيان بيدخل لسه، العيان لسه بياكل سمنه بلدي، العيان الكوليسترول بتاعه مش مظبوط، ضغطه مش مظبوط، سكره مش مظبوط، زعق له زعق له. لو سبته في الاخر هيوصل انه يبقى 0.5 ويبقى كريتيكال ليمب اسكيميا وريست بين، وهنضطر نعمل له عمليه. فاهمين يا ولاد؟ عشان كده ده مهم قوي، مهم ان احنا نتابعه. فاهمين يا ولاد ولا لا؟ مهم قوي ان العيان ياخد باله من رجله، يعني يغسل رجله كويس، ينشف رجله فوطه قطن ناعمه. خلي بالكوا جلده بقى ثين وشايني زي جلد الطفل، يعني كانك بتعتني بطفل صغير. يعني دايما لما يجوا يجيبوا فوطه لطفل ينقوا فوطه ناعمه للطفل لان جلده رقيق يعني. فهو لازم يغسل رجله كويس وينشفها حلو، وينشف ما بين صوابعه بالفوطه الناعمه دي عشان ما يجيلوش فانجل انفكشن، ويبدر رجله ببودره ايفا بالصبار. ممنوع يا اولاد يعمل باديكير خالص، ممنوع يعمل باديكير خالص. لو عمل باديكير او حاول يقصقص انسجه هيتعور، مش هيلحم. الباديكير دي الات كلها وسخه، يعني المقص وسخ والمبرد وسخ والحاجه وسخه، فهتعمل له انفكشن وهو ما عندوش دم، ما عندوش جهاز مناعه في رجله. فاهمين يا اولاد؟ فالعام ممنوع خالص يعمل باديكير، يغسل رجله، ينشف رجله، يبدر رجله، يلبس شراب قطن، يلبس جزمة خفيفة كده فانز أو. فاهمين يا ولاد ولا هو انتو انترفير سيرجيكالي ان كرونيك اسكيميا؟ طبعا لو فاونتين ثلاثة أو أربعة، يعني لو وصلنا الريست بين أو أربعة ستارتنج جنجرين ألسر ريزيستنت فور هيلينج، او سيلكتد كيسز من فاونتين 2. سيلكتد كيسز من فاونتين 2 لما كوليديكيشن انترفيرنج ويز بيشنت اكتيفيتي. شوفوا ولاد الانديكيشنز، شوفوا الانديكيشن دي كوليديكيشن انترفير ويز بيشنت ورك، دي اللي هي سيلكتد كيسز من فاونتين 2. لكن كريتيكال ليمب اسكيميا دي فاونتين 3، ألسرز أور ستارتنج جانجرين دي فاونتين 4. طب وأنا هتدخل إزاي؟ هعمل بالون دايلاتيشن أو بالون دايلاتيشن وستنت، دي اسمها إندو فاسكولار سيرجري. يعني أنا مينيمال انفيزيف سيرجري من جوه البلاد فيسل، يعني أنا جوه البلاد فيسل وبعمل جراحة من جوه البلاد فيسل، سواء بالون دايلاتيشن أو بالون دايلاتيشن وستنت، أو إن أنا أفتح أوبن سيرجري وأعمل باي باس لو كانت مثلا لونج سيجمنت. فاهمين؟ طب احنا بعد ما بنعمل جراحه هيمشي على الميديكال تريتمنت تاني، يعني هو انا مشيته على ميديكال تريتمنت فهو استهتر فدخلنا في الجراحه، عملنا الجراحه يرجع يمشي على الميديكال تريتمنت تاني. يعني الميديكال تريتمنت ده ميدي سيرجري، ميديكال تريتمنت ميديكال تريتمنت بينهما سيرجري، ميديكال تريتمنت ميديكال تريتمنت بينهما سيرجري. طب فضل العيان جالي العياده في مرحله السيرجري هيكمل ميديكال، جالي العياده في مرحله الميديكال بيمشي ميديكال، لو حصل له انديكيشن فور سيرجري اعمله سيرجري بس هيكمل بعد كده ميديكال. الهياكل واضحه؟ فانا هعمل انجيوجرافي واشوف الران ان والران اوت. يعني انا هعمل انجيوجرافي، مفيش جراحه من غير انجيوجرافي، واشوف الران ان فين والران اوت فين وطول السيجمنت ايه. فمثلا لو شورت سيجمنت فانا ممكن اعمل بالون انجيوبلاستي، و لو لقيت ان انا كل ما انفخ يعني انا هنفخ البالونه واسيب البالونه منفوخه مثلا 3 دقائق 4 دقائق وبعدين افضي البالونه واسحبها،
افرضه بعد ما قعدت نافخ كده 3 دقايق وبعدين فضيت البالونة، جيت اسحبها لقيتها عملت ريكويل تاني والحتة ضاقت تاني، فانا بنفخها واحط ستنت وانفخ الستنت عشان ما تعملش كولابس. نفس فكرة الكورونري، نفس فكرة الكورونري. طب قبل البالون دايلاتيشن وستنت كنا بنعمل ايه؟ كنا نقول لك لو شورت سيجمنت كده فيها اسيروما بنفتح الشريان ونخش نشيل الاسيروما، حتى لو عليها جلطه ولا حاجه بنشيل الاسيروما. كانت حاجه اسمها اند ارتريكتومي، كانت حاجه اسمها اند ارتريكتومي. بصراحه ما حدش بيعمل اند ارتريكتومي دلوقتي، قلت قوي يعني. بعد البالون انجيوبلاستي والبالون انجيوبلاستي وستنت خلاص الشورت سيجمنت ما بقوش يعملوا اند ارتريكتومي، بيعملوا بالون دايلاتيشن وستنت. الاند ارتريكتومي دي كانت زمان اكتر، لما كنا نلاقي شورت سيجمنت بيج فيسل كنا نفتح ونشيل الاثيروما. فاهمين على دلوقتي؟ لا، لما بنلاقي شورت سيجمنت بيج فيسل بنعمل بالون دايلاتيشن او بالون دايلاتيشن وستنت. بطلنا نعمل اند ارتريكتومي دي الا في سبيشال سيتويشن يعني. فاهمين هذا ولا لا؟ لغاية دلوقتي فاهميني يعني الجزئية دي؟ اوكي. اوكي طيب، تعالوا نشوف لو لونج سيجمنت. لو لونج سيجمنت انا هعمل باي باس، يعني لو الحتة طويلة فانا هعمل باي باس، هحط جرافت. السؤال الجاي جرافتي ايه يعني؟ ديبندز. لو انا فوق الانجوانا ليجامنت بحط سينسيتك جرافت، يعني جرافت احنا اللي مصنعينها. يعني مثلا ممكن في جرافت داكرون معموله من قماش كده اسمه داكرون، وفي جرافت معموله من بولي تترا فلورو ايسيلين بتف، بولي تترا فلورو ايسيلين يمكن جت سيرتها في الهرني. على فكرة بالمناسبة أنا هعمل لكم غالبا يوم الجمعة مراجعة هرنية، هيبعت لكم محمود على الجروب إن غالبا هعمل لكم مراجعة هرنية يوم الجمعة، هعمل لكم غالبا مراجعة هرنية يوم الجمعة للي عايز يعني. فاهمين على قد؟ يعني في داكرون وفي بي تي اف اي، دي حاجات سنسيتك. إنما تحت الإنجوانا ليجامنت بعمل صفنس، تحت الانجوينال ليجامنت زكا ده كرولوس. كل سنه انت طيب يا حبيبي، عندك عيد يلا من الجمعه؟ يوم الجمعه على في عيد؟ العيد يوم الحد صح؟ العيد يلا يوم الحد مش يوم الجمعه يا صايع، صح ولا لا؟ العيد يوم الحد ويوم السبت، ده البنات اللي بتروح الكوافير مش انت. الاثنين شم النسيم. والله انتوا لو مش عايزين انا مش عايز، انتوا عارفين انا يعني. تحبوا نخليها يوم ايه؟ نخلي مراجعه الهرنيا طيب يوم الخميس بكره، نخلي مراجعه الهرنيا يوم الخميس بكره. بعد شم النسيم ماشي. طيب المهم ان انا مش فاهم انتوا هتعملوا ايه في شم النسيم، وخصوصا ان في احتمال ان هم يعملوا حظر تجول كامل يوم طول اليوم عشان الناس ما تنزلش تجيب لبعضها كورونا. يعني هناكل فسيخ؟ ماشي يا حموده. ماشي يا حبيبي، بالهنا والشفاء حمود. طيب ناخد بالنا ان احنا فوق الانجوانا الليجامنت، فوق الانجوانا الليجامنت اولاد كده بنحط سينسيتك جرافت اسمها بي تي اف اي،
او ذكره. تحت الانجوانا ليجامنت بنحط جرافت اسمها سافنس ناتشرال. السؤال الجاي ليه؟ يعني هو انا ايه الحكمه من ان فوق الانجوانا ليجامنت استخدم حاجه سينثيتك وتحت الانجوانا ليجامنت استخدم حاجه ناتشرال؟ حجم الشرايين. الحقيقه انا ما اقدرش اخد السافنس فين واحطه على الاورطه، شرايين كبيره السافنس ما تناسبهاش. لكن ممكن السافنس يناسب فيمورال ارتري، بوبليتيال ارتري. يعني مثلا احنا عارفين الفيمورال فين اكبر من الفيمورال ارتري، اكيد الوريد دايما اكبر من الارتري، بس السافنس فين اصغر من الفيمورال، فالسافنس يناسب حجم الفيمورال، فالسافنس ممكن يتناسب مع يعني كده صفنس برضو تحت بيبقى صغير ويكبر كل ما نطلع، لانه كل شويه ياخد تريبيوتري، كل شويه ياخد تريبيوتري فبيكبر كل ما نطلع. ففي الحقيقه طول ما احنا في الرجل الصفنس فين حجمه يتناسب مع حجم الشرايين في الرجل، لكن ما ينفعش نقول ان الصفنس هيمشي على الاورطه، برضو كبير الاورطه. عشان كده احنا اضطرينا ان احنا نصنع جرافتس فوق الانجوانال ليجامنت. طبعا ما ننكرش السافنس انعم، الانتما ما فيش في نعومه الانتما اللي خلقها ربنا، يعني اكيد السافنس انعم من الجرافتات السينثيتك اللي بنعملها. فاهمين هذا؟ لا، لكن الجرافتات السينثيتك دي لما بحطها في شرايين كبيره كده يا اولاد البلاط فلول عالي، البلاط فلول عالي بيعوض يعني فرق النعومة، يعني البلاط فلول عالي في الشرايين الكبيرة بيعوضني شوية عن فرق النعومة. فاهمين على ده ولا لأ؟ واضحة على ده ولا لأ؟ تاني، لو لونج سيجمنت انا هحط جرافت، لو لونج سيجمنت انا هحط جرافت. الجرافت دي نوعها ايه؟ هو انا فوق الانجوانال ليجامنت ولا تحت الانجوانال ليجامنت؟ فوق الانجوانال ليجامنت هستخدم حاجه سينثيتيك، تحت الانجوانال ليجامنت هستخدم حاجه ناتشرال. اشمعنى؟ انا الودي ودي استخدم الصافنس في كله، لان الصافنس انعم حاجه في الدنيا اللي خلقه ربنا ما فيش زيه، ولكن حجم الشرايين فوق خلاني ما قدرتش استخدم السافنس فاستخدمت حاجه سينثيتك. فاهمين الاد؟ والحاجه السينثيتك دي اخشن سنه من السافنس، لكن بيعوضني الفلو العالي في البيج فيسل. وطبعا طول الوقت في كل انستموس انا هعمله يا كرولوس هدي انتي بليتليت وانتي كواجلان. انتوا عارفين الاد لما بنحط جرافت كده انا هدي العيان ده انتي بليتلت، بعد شويه الابيثيليوم بيزحف من الشرايين ويعمل لايننج للجرافت، بيحصل لها ابيثيليزيشن. الابيثيليوم ده لابايل سيل، الابيثيليوم ده لابايل سيل، يعني طول ما قاعده بتقول ايه اللابايل دي، طول ما قاعده بتقول ايه، ها طول ما قاعده بتقول ايه، الله يخرب بالسنين بطئكم، عايزه تكاثر صح؟ فالابيثيليوم ده لابايل سيلز، هبطن الجرافت بعد شويه وهوقف الانتي بليتلت. لعلمكم هو مش هيمشي على انتي بليتلت فور لايف، وكذلك الستنت لما بحطها بديله انتي بليتلت، بس هي بعد شويه الستنت اللي انا بحطها بتبقى ابيثيليالايز وبوقف الانتي بليتلت بعد شويه. انا اولاد فوق الانجوانال ليجامنت بحط جرافت سينثيتك، تحت الانجوانال ليجامنت بحط جرافت ناتشرال. كرولوس بيقول ان في نوع من الستنتس بتبقى هيبرينايزد، انا بتكلم على جرافت مش ستنت يا كرولوس.
لكن في نوع من الاستنتات فيها انتي كواجلانت هيبنايز، الحاجات الحديثه من الاستنس فيها انتي، فيها هيبرينايز دي يعني. لكن انا بتكلم على الجرافتس يعني، اي جرافت انا هحطها بصفه عامه لازم حد انتي بليتلت. بس اللي عايزكم تفهموها يا اولاد انها هتبقى ابيثيليالايزد بعد شويه. السؤال الجاي لما نيجي نشوف الجرافتس السنسيتيك دي، ساعات بنلاقي واحده ووفن داكرون كده، وساعات الاقي واحده داكرون نيتد مكشكشه، نيتد ان اي تي تي اي دي، نيتد مش نيتن، نيتد يعني مكشكش. السؤال الجاي السؤال الجاي يعني بليسيه. طب وليه يعني، ليه نعمل موديلات؟ يعني البنات ممكن تعمل جيبه اوفن او تعمل جيبه بليسيه، ماشي الموديل. لكن هو ايه الحكمه من ان انا احط جرافت نيتد ووفن ان انا معدي على جوينت؟ لو يعني في عظمه كده وجوينت وعظمه تانية، وبعدين الجرافت هتعدي على جوينت، لازم الجرافت تبقى نيتد عشان تمط. يعني مثلا فيرتبري، انا هشيل الاورطه، انا عارف ان في فيرتبري، فانا لما احط جرافت على الفيرتبري لازم تبقى نيتد عشان العين يتمطع. ما ينفعش احط له واحده ووفن يجي يتمطع تاك يمزع يموت. فلو هعدي على جوينت لازم الجرافت تبقى نيتد، لكن لو انا مش هعدي على جوينت ممكن تبقى اوفن. عشان كده يا اولاد في نيتد وفي اوفن. هو قاسم بيسال سؤال فرانكو، مش فرانكو، يا ريته فرانكو. جرافت بالاضافه مع ستنت واحط فيها لونج سيجمنت، هو انا ليه ما بسلكش؟ يا قاسم انا مش فاهم حاجه من السؤال بتاعك يا حبيبي. لا عارف اقرا من الشمال لليمين ولا من اليمين للشمال. لو انت عايز تسال سؤال زي ده ارفع ايدك، يعني عايز تسال سؤال فظيع بالطريقه دي ارفع ايدك، انا مش فاهم. فاحنا يا ولاد ممكن نحط نت داكرون او ووفن داكرون، فاهمين يا ولاد؟ بس هو لما نيجي نحط جرافت سينسيتيك، لو هعدي على جوينت يبقى نتب، لو مش هعدي على جوينت يبقى اوفن. اقراها من اليمين للشمال، جرافت بالاضافه مع ستنت واحط فيها لونج سيجمنت، هو انا ليه ما بسلكش؟ ما بسلكش ليه انا وهو لونج سيجمنت واحط فيها ستنت مع بالاضافه جرافت؟ بص يا ده شبه فيلم اسماعيل ياسين، الله يخرب بيتك. نرجع للكلام، انت عارف يا فيلم اسماعيل ياسين في مستشفى المجانين؟ كان اتفرج على ليهم مقطع زي اللي انت بتعمله ده، زي اللي انت بتعمله ده. انا صورت السؤال وهنزله لك على الجروب بالفيلم بتاعه. دلوقتي احنا اتفقنا ان احنا فوق الانجوانا ليجامنت بنحط حاجه سينثيتك، تحت الانجوانا ليجامنت بنحط حاجه ايه؟ ناتشرال. فاهمين هذا؟ لا. واتفقنا ان فوق لو حطيت حاجة سينسيتك هحطها يا اوفن يا نيتد تبع في جوينت ولا. انما الصفنس لا يا ولاد، سبحان الله اللي خلقه ربنا زي الفل، يمط وكل حاجة وزي الفل يعني. الصفنس ما فيهوش كده، لكن اللي فيه نيتد داكرون ووفن داكرون وبتاع هو السينسيتك. السؤال
السؤال الاولاني، فهمت ان فوق الانجوانا ليجامنت سينسيتك، تحت الانجوانا ليجامنت ناتشرال، وفهمت ان السينسيتك فيها ووفن داكرون ونيتد داكرون تبع في جوينت ولا لا؟ تعالوا بقى ايه نعلى شويه. دلوقتي انا هتكلم على تحت الانجوانا ليجامنت. تحت الانجوانا ليجامنت انا هستخدم صفنس. عندي مشكلة صغيرة هتقابلني، ان الفين في فالفز، خلي بالكوا الفين من فوق كبير ومن تحت صغير لان كل شوية بياخد تريبيوتري ويوسع، بس الفين في فالفز والفالفز دي بتسمح بمرور الدم من تحت لفوق، والدم بيمشي في الشريان من فوق لتحت. تعال نشوف كده لو عملت الحركة دي ايه اللي هيحصل. لو انا جبت الصفنس وحطيته كده يا ولاد، الدم هيجي عند اول فالف ويقف، لان هو الفالف هيسمح للدم بالمرور بس لو معدي كده، انما لو معدي كده الدم هيجي عند اول فالف ويقف. الحل حاجة من اتنين، يحط الوريد زي ما هو كده وادخل حاجة اسمها فالفوتوم اقطع الفالفز، يعني بجيب الوريد ومدخل جواه حاجة اسمها فالفوتوم واقوم اقطع الفالفز واحطه كده في مكان. يا لهو يا دكتور، والفالفوتوم ده بيقطع الفالفز، اسمه فالفوتوم فاكيد بيقطع الفالفز. طب يا دكتور لما الفالفز بتتقطع ما بيبقاش الانتما رف وممكن تعمل ثرومبوزس؟ لا ما بتبقاش رف ولا بتعمل ثرومبوزس، والا ما كناش عملناها. طب يا دكتور هو تركيب الفالفوتوم وتقطيع الفالفز ده صعب شويه؟ ايوه صعب، محتاج الدكتور فاسكولار سكيل دي. الحل التاني ان انا اقلب الوريد، يعني اخليه كده فخلي الدم في اتجاه الفالفز. اقلبه يا اولاد يعني كده اهو، يعني هو عامل كده اخليه كده، يعني ده ايه وده بيه، هجيب ايه فوق وبي تحت، هقلبه كده مش هقلبه زي الشرابة طلع الانتما بره. فين العيال اللي فاكرة ان انا هقلبه زي الشراب وطلع الانتما بره؟ فين العيال دول عشان خاطر الحقهم قبل اسقط انا قبل ما يسقط في اللجنة؟ انا هقلبه كده يا ولاد ابسايد داون فخلي الدم في اتجاه الفالفز. فده الحلول اللي عندي عشان استخدم الصفنس في وجود الفالفز اللي فيه. فانا قدامي حل من اتنين، يا اقطع الفالفز بفالفوتوم يا اما اقلب الوريد. السؤال الجاي، مين الاسهل تكنيكال، ان انا اقلب الوريد ولا اقطع الفالفز بالفالفوتوم؟ اقلبه. حتى مين اسهل في المذاكره، انك تذاكر كويس ولا تقلب؟ تقلب. تمام، وبالتالي قلب الوريد اسهل، تكنيكالي اسهل. استخدام الفالفوتوم محتاج واحد سكيلد، يعني محتاج واحد بتاع فاسكولار سيرجري سكيلد يعني. السؤال الجاي، طيب ما نقلب ونخلص. تعال نشوف مشكلة القلب ايه. ان انت لما بتيجي تقلب الوريد بتاخد البق الصغير تحطه فوق والبق الكبير تحطه تحت، وده في الفيزياء غلط. يعني لما تاخد دم من مداخل ضيقة وتنزل على واسع كده الدم يهدي،
سرعة الدم تهدي، ولو الدم هدى يتجلط. فاهمين فكرة إن أنا أقلب دي؟ هاخد البق الصغير أحطه فوق. يعني شوفوا حتى الألم، الألم يا أولاد مش عارف ليه مش عايز يبان. الألم من فوق واسع ومن تحت صغير. شوفوا لو قلبته، هاخد البق الصغير فوق واحط البق الكبير تحت. وده في الفيزياء غلط، ما ينفعش الميه تخش من مداخل ضيقه وتنزل على واسع تهدي، والدم لو هدى هيتجلط، الدم لو هدى هيتجلط. يبقى الاحسن انسايتو. بس هي تكنيكالي اصعب. بص اخلص، لو انت هتعمل مثلا مسافة صغيرة، يعني هتعمل هتحط الصف ناس مسافة مش كبيرة قوي، يعني مثلا هنعمل فيمورو بوب، يعني سدد كده هنا في السوبرفيشال فيمورال اهو لونج سيجمنت اهو، بس انا هعمل فيمورو بوبليتيال. المسافة يعني المسافة مش كبيرة قوي، الفرق بين البق اللي فوق والبق اللي تحت مش هيبقى كبير. يعني لو المسافة اللي أنا هوصلها مثلا فيمورو بوبليتيال دي مسافة مش كبيرة قوي، فأنا لو قلبت الفرق بين البق اللي فوق والبق اللي تحت مش هيبقى كبير قوي. اقلب اقلب يلا اقلب. إنما لو أنا هعمل فيمورو أنتيريو تيبيال أو فيمورو بوستيريو تيبيال اللي هو يقولوا عليها فيمورو ديستال، لازم صفنس انسايتو، لان هنا بقى مع طول الجرافت هيبان الفرق بين البق اللي تحت والبق اللي فوق، فلازم اعملها انسايتو واستخدم فالفتوم. عشان كده ايه انا هراجع تاني عشان خاطر انا عارف ان انتوا ممكن تكونوا نسيتوا قواعد ان انا احط جرافت. فوق الانجوينال ليجامنت سينسيتيك، تحت الانجوينال ليجامنت ناتشرال. فوق الانجوينال ليجامنت سينسيتيك، سينسيتيك يا ووفن داكرون يا نت الداكرون. لو مش معدي على جوينت هيبقى ووفن داكرون، لو معدي على جوينت هيبقى نت الداكرون عشان ادي فرصه لان الجوينت تتحرك. فول انجوينال ليجامنت سينسيتيك، والسينسيتيك يا ووفن داكرون يا نت الداكرون، لو معدي على جوينت هتبقى نت الداكرون، لو مش معدي على جوينت هتبقى ووفن داكرون. ما نعمل في كله نت الداكرون وخلاص، نت الداكرون غاليه اغلى من الووفن، فلو انا مش معدي على جوينت مفيش داعي استخدم موفين دكر، انما لو هعدي على جوينت هستخدم نت الدكر رغم تمنها. يعني لا، الدكر هو اللي فيه نت الدكر وموفين دكر، البي تي اف اي كله موفين. ماشي يا ندى؟ يا لهو يا ندى، ايوه يا ندى الحته دي فاتتنا اقولها، البي تي اف اي كلها موفين، اللي فيه نتد وموفين اللي هو الدكر. ماشي يا ندى ماشي، يعني انا عايزك تقعدي تدوري كده على اي فسوه كده. انت عارفه بقى لما اجي اسالك يا ندى بعد كده عايز اجابات بنفس الكفاءه. دلوقتي لما نيجي نحط جرافت تحت الانجوينال ليجامنت هتبقى صافنس، والصافنس فيه منه نوعين، يا اما ريفرس صافنس يا اما صافنس انسايتو. على وضعه كده اسمه انسايتو، لما بقلبه بسميه ريفرس صافنس. عيب ريفرس صافنس ان انا بحط البق الصغير فوق والبق الكبير تحت، يعني البق الصغير في الشريان الكبير والبق الكبير في الشريان الصغير، فده ممكن يهدي الدم. ممكن اعملها لو المسافه مش كبيره، يعني مثلا كده
لو المسافة مش كبيرة هيبقى الفرق بين حجم البق ده والبق ده مش كبير قوي، نقلب، ممكن نقلب لأنها تكنيكالي أسهل. إنما لو المسافة كبيرة كده لازم فالفوتوم مقطع الفالفز وأعملها صافنس انسايتو عشان البق الكبير مع الشريان الكبير والبق الصغير مع الشريان الصغير. ايه الاخبار يا ولاد؟ فاهميني؟ تعالوا نجرب كده الرسمه. لو شورت سيجمنت هعمل بالون دايلاتيشن او اند اركتريكت، لو لونج سيجمنت واحنا فوق الانجوانيال ليجامنت هعمل حاجه سينسيتيك، لو بلو الانجوانيال ليجامنت هعمل حاجه ناتشرال. الحاجه الناتشرال دي الصافنس اكيد، يا هعمل انسايتو سافينس لو هعمل فيمورو ديستال يعني فيمورو انتيريو تيبيال او فيمورو بوستيريو تيبيال، يا اما اعملها ريفرست سافينس لو هعمل فيمورو بوبليتيال لان الفيمورو بوبليتيال مسافه مش كبيره. الجزء ده اوكي، يعني الجزء ده اوكي، وسيبكم من الجزء اللي في الوسط، الجزء ده اوكي والجزء ده اوكي. تمام اوكي، تعالوا نعلى شوية. يعني مثلا لو واحد عنده الريس سندروم، هنستخدم جرافت ناتشرال ولا سينسيتيك؟ واحد عنده الريس سندروم سينسيتيك، اشمعنى؟ ليه سينسيتك؟ عشان انا فوق الانجوانا ليجامنت، عشان انا فوق الانجوانا ليجامنت، فهم عاملين لها جرافت نيتد داكرو المصممه للري سندروم، هي نيتد كده عامله زي الواي المقلوبه عشان اعمل بيها اورتو باي ايلياك، اعمل بيها اورتو باي ايلياك، هي عامله كده زي الواي المقلوبه بنعمل بيها اورتو باي ايلياك، دي مصممه للريس سندروم. يعني انا فولينج اون ليجامنت في الريس سندروم مضطر استخدم حاجه سنسيتك، هستخدم حاجه سنسيتك ايه؟ نت الدكرون. اشمعنى؟ عشان الفرتبري. السؤال الجاي، طب والجرافت بتبقى شكلها ايه؟ انفرتد واي، انفرتد واي، هي مصممه للريس سندروم. اوكي ايه رايكم؟ ده لونج سيجمنت صح؟ هستخدم حاجه ناتشرال ولا سينثيتيك؟ استخدم حاجه ناتشرال ولا سينثيتيك؟ سينثيتيك. ليه سينثيتيك؟ ليه سينثيتيك؟ عشان فولينج جوانا ليجمنت، دي اجابه موفقه تمام. انا معدي على الهيب جوينت، معدي بالجرافت دي، يعني انا هعمل اورتو اورتو ايلياك. ما خلي بالكوا الطياره يقول لك رحله القاهره القاهره باريس، ده الران ان ودي الران اوت، ده التيك اوف وده اللاندنج، يعني ده التيك اوف وده اللاندنج. فاسامي العمليات سهله قوي، اورتو ايلياك، رحله القاهره باريس، التيك اوف من الاورطه واللاندنج في الايلياك في باريس. وهستخدم نت الدكرون لان انا معدي على الهيب جوينت. نعلى شويه. هو لعندي عشان اعمل له اورتو ايلياك
هحتاج افتح بطن ولا لا؟ عشان اعمله اورتو ايديك هحتاج افتح بطن ولا لا؟ والله يا سامع انا مش فاهم، طب ازاي اوصل للاورطة والايلياك من غير ما افتح بطنه؟ يعني لو انا هعمل لواحد اورطة وايلياك اكيد هفتح بطنه، ما هو الاورطة في بطنه والايلياك في بطنه فاكيد هفتح بطنه. انا عايز يا سامع تقولي لي ازاي تخش على الاورطة والايلياك وتحط جرافت من غير ما نفتح بطنه. كازيتر ايه؟ ايه كازيتر دي؟ ما انا مش هقدر اعمل ستنت، الستنت دي شورت سيجمنت. فاهماني يا سما؟ انا بتكلم على لونج سيجمنت، لونج سيجمنت يعني جرافت. جرافت هفتح بطن. اخس الراجل عنده 99 سنة ونص. يعني فاضل له نص واحد. وبتاع البنج قال لك بص لو بنكته مش هيقوم، يعني ده فاضل له بنج واحد مش أنا اللي هديه له. لأن ده لو بنكته هيموت. انا طب وبعدين مش عارف افتح بطن، والعيان كريتيكال ليمب سكيميا لو سبته هتبقى جانجنس. هو اللابروسكوب بيتعمل ببنج يا حبيبي؟ حد قال ان ايه دي يا اسف؟ اللابروسكوب هيتعمل ببنج؟ وفي لابروسكوب على الصحي؟ انت تحب اخرم بطنك على الصحي؟ بس هنعمل حاجه غريبه كده. معلش عايز اسال سؤال، هو الفيمورال ارتري بتاع العيان ده الفيمورال ارتري الشمال محسوس ولا لا؟ الفيمورال ارتري الشمال محسوس ولا لا؟ لا. طب اليمين؟ الفيمورال ارتري اليمين محسوس ولا لا؟ يعني الفيمورال ارتري اليمين كويس لكن الفيمورال ارتري الشمال مش محسوس، رغم ان في كولاترال، بس طبعا كولاترال بتوصل دم بضغط عالي فمش هحس حاجه. طب ما تيجي نعمل حركه روشه كده، ما نديله زايلوكين هنا، الزايلوكين ده مخدرات موضعيه، وزايلوكين هنا، واحط جرافت هنا اهو من الفيمورال ارتري ده للفيمورال ارتري ده، والمليان يكب على الفاضي. يا لهوي يا دكتور، والجرافت دي هيلبس البنطلون ازاي؟ هو في جرافت بين الرجلتين، هي معديه قدام السيمفس بيوبس، الجرافت دي معديه تحت الجلد قدام السيمفس بيوبس، مش في منطقه البنطلون، منطقه البنطلون اهي. انا معديها في السيمفس بيوبس كده. منطقة السيمفس بيوبس يا دكتور، ودي من غير بنج؟ ببنج موضعي، مفيش حاجة اسمها من غير بنج، بزايلوكين بنج موضعي. بعري السوبرفيشال، بعري الفيمورال ارتري هنا لأن سوبرفيشال ارتري والفيمورال ارتري هنا، وأقوم مدي زايلوكين تحت الجلد وبسيخ كده بدخله أسلك تحت الجلد، وأقوم مدخل الجرافت وموصلها هنا وموصلها هنا. يا لهوي يا دكتور، بس دي جرافت طويلة ممكن تتسد، يعني ممكن تتسد مثلا بعد سنة، يعني هو لما يعيش سنه يحلها ربنا. بقول لك مش عارفين يبنجوا. طب يا دكتور ما تسيب رجله يحصل لها غرغرينه وبعدين نبقى نقطعها، ما عشان اقطع رجله عايز بنج. وبعدين الواد كورولوس بيقول سباينال انسيزيا، افرض في فيلد سباينال لازم هبنجه جنرال. ما هو ما فيش حاجه اسمها واحد يخش العمليات على انه سباينال، انا هجرب سباينال لكن سباينال بيفير فلازم اجنبه اقلبه جنرال. العيان ده ولاد 99 سنه ونص، فاضل له نص بس، والجرافت دي سنه، حلوه قوي، ده اطول من السرفايفل بتاعه. دكتور انا متضايق قوي، انا مش وظيفتي اسعادك، خطيبه يسعده، انا فاهمه. انت فاهم؟ هي دي عمليه اسمها فيمرو فيمرال، ميزتها انها بتتعمل بجنرال انسيزي. والعمليات الاكسترا اناتوميكال دي مش حلوه، انا معاك انها مش حلوه. والاناتوميكال احلى من اكسترا اناتوميكال، يعني اعمل اورتو ايلياك ده احلى، ولكن ايه اللي رماك على المر؟ اللي امر منه. خد عندك دي.
العيان ده عنده ايه؟ العيان ده عنده ايه؟ الريش. تمام. الحقيقة أنا أحب أعمل له أورتو باي فيمورال أو أورتو باي إيلياك بجرافت كده نت الدكرون انفيرتد واي. وريته اللي بتاع البنج، قلت له عايز أفتح بطن العيان ده عشان أعمل له أورتو باي إيلياك أو أورتو باي فيمورال. قام قال لي ده من النوع اللي ما ينفعش يتفتح. ده لو اتفتح مش هيتقفل. طب وبعدين؟ انا ما عنديش فيمورال اصب منه على الفيمورال، الاثنين مش محسوسين. ايوه بس عندي هنا اكزيلاري ارتري وهنا اكزيلاري ارتري. ادي زيلوكين على الاكزيلاري ارتري وزيلوكين على الاكزيلاري ارتري هنا وزيلوكين على الفيمورال ارتري هنا وزيلوكين على الفيمورال ارتري هنا. وبعدين زيلوكين تحت الجلد، تحت الجلد بطول جنبه كده، تحت الجلد تحت الجلد، وسيخ كبير واعمل له تانل كده، وبعدين حط الجرافت في الاكزيلاري ارتري ونزلها على الفيمورال ارتري، وهنا جرافت في الاكزيلاري ارتري ونزلها على الفيمورال ارتري. يا لهوي يا دكتور، ويبقى بايلاترال اكزيلو فيمورال. والجرافت تبقى ماشيه تحت الجلد كده يا دكتور؟ ايوه تحت الجلد. ويا دكتور يعني لو عمل كده، لو عمل كده يحس النبض ويحس الجرافت؟ ايوه لو عمل كده يحس النبض ويحس الجرافت. طب وينام على بطنه ازاي يا دكتور؟ ما ينامش على بطنه، ينام على ظهره، ممنوع ينام على بطنه، حتى حرام، مش حلو ان الانسان ينام على بطنه. طب يا دكتور ويبقى زي حملت البنطلون بتاعت عيسى، الراجل اللي اسمه عيسى ده؟ ايوه زي حملت البنطلون. يا دكتور صعب قوي البايلاترال اكزيلو فيمورال، متهيألي دلوقتي انت قابلت الفيمورو فيمورال، يعني دلوقتي بالنسبه لك الفيمورو فيمورال بقت سهله. طب يا دكتور بايلاترال اكزيلو فيمورال عشان امنع الامبيتيشن؟ عشان امنع الامبيتيشن. طب افرض في وقت من الاوقات اتحسن وبقى فظيع وبقى مز، افتح بطنه واعمل له اورتو باي فيمورال. حلو الفكر الجراحي والله، فكر سباكين، لكن هو اسمه اكسترا اناتوميكال باي باس. اكسترا اناتوميكال باي باس ندى بتسأل سؤال غريب، ليه؟ هو ايه المشكله فيها؟ هي خطر؟ هي مين اللي خطر يا ندى؟ مين اللي خطر؟ ندى مين اللي خطر يا ندى؟ الاكزيلو فيمورال خطر؟ لا مش خطر، دي بزيلوكين. الاكزيلو فيمورال مش خطر، دي بتعمل بلوكال انزيزيا، دي زيلوكين. اللي خطر ان انا افتح بطنه واعمل له اورتو ايلياك، هي دي العيان حالته ما تسمحش ان هو يتبنى، فانا اضطريت الجا للاكسترا اناتوميكال باي باس. لا مفيش مشكلة إن شاء الله. هو في حد بيعمل مشاكل؟ أنت اللي سألتي مش أنا. لسه 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 جميل الكرونيك اسكيميا والجرافتس، حتة بتاعت الجرافتس جميلة، عايزة اي كيو جميلة جميلة. مستمتعين يا ولاد ولا لا؟ انا عارف ان طالب كلية الطب لما الحاجة بتبقى صعبة شوية كده بيبقى متضايق من صعوبتها، بس هو بيبقى مستمتع لانه مخه نضيف، يعني هو بيبقى مستمتع. يلا ليلى عندي عنده ايه؟
حبيبي يا كرولوس، صح يا حبيبي، ليفت برجر، صح. السدد ده تحت البوبليتيا الارتري، ومفيش انتيرو تيبيال ولا بوستيرو تيبيال خالص لغايه التوز. لا في انتيرو تيبيال ولا بوستيرو تيبيال. انتيرو تيبيال بقى ملتهب واتقفل خالص، بقى اطلال. البوستيرو تيبيال بقى ملتهب واتقفل خالص، بقى اطلال. مفيش الا كولاترال كوركس كرو. عارفين الكوركس كرو اللي هو بيفتحوا بيها الشمبانيا والعياذ بالله، اللي هي عندنا بيفتحوا بيها الفله بتاعت ازازه الخل، هي دي كوركس كرو، تبقى شبه الجزره. فساعات يقولوا عليها كوركس كرو، ساعات يقولوا عليها روت شيبد، لان الجزره دي يا اولاد دي جدر، الجزره في النبات جدر، فساعات يقولوا عليها روت شيبد وساعات يقولوا عليها كوركس كرو. كولاترال بتبقى عامله كيرلي زي راس مريم فارس، كولاترال بتبقى عامله كيرلي كده زي مريم فارس او نانسي عجرم في خصمك، اه فاهمين. فده برجر. يلا فكروا كده العين بقى فاونتين ثلاثه. انا ما اقدرش اعمل بالون دايلاتيشن وستنت، هو ما فيش ارتري اصلا اعمل فيه بالون دايلاتيشن وستنت. طب تعالى نعمل باي باس كده، هحط جرافت هنا، في مشكله. ده التيك اوف، اللاندنج بقى فين؟ ما انا ما اقدرش اعمل لاندنج على كولاترال، كولاترال دي معموله بالانجيوجينيسيس، ده ما فيهاش مصل، ده رفيعه قوي معموله بالانجيوجينيس، ما اعرفش افتح واخيط فيها وبتاع. يعني تخيل واحد قال لك رحله القاهره، قلت له القاهره ايه؟ قالك لا القاهرة هي صعود بس مفيش هبوط. افرض واحد راح كيري جيري لحق يركب رحلة القاهرة دي اللي هي صعود بس مفيش هبوط، الإنسان ده نوصفه بأنه إيه؟ طالع الجنة. صح يا كرولو، طالع الجنة أو ساقط. يعني إنسان قالوا رحلة القاهرة وما فيهاش نزول في اي حته، ده يطلع بس، قال لك اما اروح بسرعه اركب الطياره دي اكيد ده ساقط او طالع الجنه. مش كده؟ امانه يا اولاد بصراحه في البرجر عندي مشكله، ما اقدرش احط جرافت. اشمعنى؟ عشان عندي ران ان وما عنديش ران اوت. فانا عندي تيك اوف ما عنديش لاندنج. الحل هعمل سيمباسيكتومي اوسع الكولاترال وخلاص. طب ما السيمباسيكتومي مش يعني هتوسع الكولاترال شويه لكن مش هتدخل دم كتير للليمب، يعني نص العمى ولا العمى كله. يا دكتور هي بس مش حلوه زي الباي باس، وانا قدرت اعمل باي باس. الايرلي رماك على المر اللي امر منه. نقطعها، نقطعها. يعني سما قالت ممكن طالما مش قادرين نعمل له باي باس فاحنا نقطعها ونروح وناخد بريك. قالت نقطعها وناخد بريك. والله بس هو رجله مش رجل الكنبه، يعني ده رجل العيان مش رجل الكنبه يعني. فبيحبها، هو بيحب رجله على فكره، فاهمين يا ولاد؟ فعشان كده اضطر اعمل له سيمباسيكتومي. I am buying time for the patient. I am buying time for the patient. فاضطر اعمل له سيمباسيكتومي. بص يا ولاد، لو شورت سيجمنت هعمل بالون انجيوبلاستي او بالون انجيوبلاستي وستنت. زمان كانوا بيعملوا امضا ارتريكتومي، يفتحوا الشريان ويشيلوا الاسروم. طب لو لونج سيجمنت، لو احنا تحت الانجوينال ليجامنت هنحط سافنس جرافت، والسافنس جرافت دي يا ان سايتو يا ريفرسد. لو هعمل فيمورو بوبليتيال هتبقى ريفرسد، لو هعمل فيمورو ديستال هتبقى ان سايتو. طب لو فوق الانجوينال ليجامنت هتبقى سينسيتيك، هعمل ايه؟ لو التو الياك مسدودين لريس سندروم اورتو باي الياك،
هعمل اورتو باي فيمورال بجرافت نت الدكرم جرافت انفرتد واي مصممه ليها، هعمل اورتو باي فيمورال او اورتو باي الياك. طب لو العيان مش هقدر افتح بطنه انفيت فور سيرجري، هعمل اكزيلو باي فيمورال، هعمل بايلاترال اكزيلو فيمورال، او ليها طريقه ثانيه اكزيلو فيمورال وفيمورال فيمورال، بس يعني مش هنقعد بقى نهوبس كتير. هعمل بايلاترال اكزيلو اللي هو اكسترا اناتوميكال. طب والاكسترا اناتوميكال حلو؟ لا وحش، بس انا مش قادر اعمل له اورتو باي فيمورال. خلاص مش قادر اعمل له اورتو باي فيمورال، هو مش هقدر افتح بطنه، فانا مضطر الجا للاكسترا اناتوميكال عشان بيتعمل باللوكال انستيزي. طب لو يونيلاترال هعمل اورتو فيمورال باي باس او اورتو ايلياك باي باس. طب لو انفيت هعمل فيمورو فيمورال باي باس اكسترا اناتوميك، لان الفيمورو فيمورال باي باس احلى. لا هي الاوحش. طب بعملها ليه؟ مش قادر افتح بطنه، ما انا عشان اعمل اورتو فيمورال او اورتو ايلياك لازم هفتح بطنه. فلوت شارت واضحه؟ حلو. سما ردت عليا قالت لي يس، مش سامع اجابات تانية. ندى، ندى عصام، انا يهمني ندى، ندى التانية، ندى يس. اول جود، حلو قوي، جميل. امال لو برجر والبوبليتيال ارتري مسدود ومفيش بقى لا انتيريو تيبيال ولا بوستيريو تيبيال، كلها كولاترالز كوركوس كرو روت شيبد وكوركوس كرو، الحل هو سيمباسكتومي. بيحقنوا الاول بروستاجلاندين كده يوسعوا الكولاترال يشوفوا الريسبونس، لو اتحسن بتوسيع الكولاترال بنعمل سيمباسكتومي. فيلد امبيتيشن، وانا ما عندي العيان ده ما عنديش حل فيه الا سيمباسكتومي. لو فيلد امبيتيشن فاهمين رد؟ يعني العام بتاع البرجر ده ما عنديش ران اوت، وطالما ما عنديش ران اوت هيبقى عندي تيك اوف من غير لاندنج، فبالتالي انا مش عارف اعمله باي باص. الحل سيمباسيكتوم، اوسع الكولاترال. بنعمل اختبار الاول ببروستاج لاندنج كده نوسع الكولاترال، العام اتحسن بنعمل سيمباسيكتوم. يعني سيمباسيكتوم يعني هقطع سيمباساتيك تشين، يوم يحصل فازو دايلاتيشن شويه الكولاترال. فاهمين اه؟ عارفين السمباثيك تشين ولا لا؟ عارفين السمباثيك تشين ولا لا؟ دي راسك ودي السكرم والفرتبري في النص، هي تشين بتمتد من البيز اوف ذا سكال لغايه السكرم، ويبقى عليها عقد كده اسمها جانجلي. النرف في الانسان بيبقى لونه ابيض، يعني السمباثيك تشين بيضه وطويله ومعقده. السمباثيك تشين يا اولاد بيضه وطويله ومعقده، صح؟ عدد الجانجليون كام؟ يعني السمباثيك تشين دي فيها كام جانجليون؟ انا شايف صمت، يعني على عدد الفرتبري، يعني عدد الفرتبري. معلش يا ولاد زمان كنت عبيط، كنت اقول على عدد الفرتبري ما عدا كذا وخلاص، بعدين فهمت. معلش اطمن، يعني كام ثراسك فرتبري؟ كام ثراسك فرتبري؟ 12. وكم لمبر؟ 12 ثراسك وكم لمبر؟ 5. تمام، يعني 12 ثراسك وخمسة لمبر،
وكم سكرال؟ خمسة. يعني 12 ثوراسيك، خمسة لمبر، خمسة سكر. السيرفايكال بقى مختلفين، السيرفايكال ثلاثة، السيرفايكال ثلاثة بس، ثلاثة بس، يعني هما كلهم على عدد الفرتبري ما عدا السيرفايكال. زمان كنت أشرحها كده كلها على عدد الفرتبري ما عدا السيرفايكال، وبعدين اكتشفت بعد كده الطلبة مش عارفة عدد الفرتبري، فبديت أقلق منكم يعني. بصوا كده على السمباثيتك تشين دي، قولوا لي إيه أكتر حاجة لافتة نظركم. يعني بص على السمباثيتك تشين دي، وقولوا لي ايه اكتر حاجه لافته نظركم. النجمه، تمام، النجمه ستيليت جانجلين. عارفين النجمه دي ايه؟ دي اخر سيرفايكال واول ثوراسيك لحموا مع بعض، دول اتنين مع بعض فعملوا جانجلين متعه 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 كده. ونجمه زي مين؟ زي مين يا ولاد؟ زي غادة عبد الرازق. أنا مبسوط منك يا كرولوس. تمام، غادة، اتنين مع بعض فعملوا نجمة كده متعة كده طول بعرض. الباقي بقى علا رامي ومش عارف ومين، يعني الناس بقى التانيين اللي هم الأقزام دول. لكن ايه، استليت جانجلون مشهورة، اتنين جانجلون مع بعض لحموا مع بعض، سموهم النجمة، النجمة استليت، النجمة استليت جانجلون. السؤال الجاي، طب انا هعمل سيمباسيكتومي ايه؟ هسيب لمبر واحد سليم واشيل لمبر اتنين وتلاتة واربعة، ده لو هعمل سيمباسيكتومي للور لمب. اسيب لمبر واحد عشان انترنال سفنكتر بتاع اليورينري بلادر، واشيل ال 2 3 4. ولو هعمل سيمباسيكتومي للابر ليمب في رينولدز مثلا، اشيل تي 2 و 3 و 4، اشيل تي 2 ولازم اسيب تي 1، اسيب تي 1 عشان دي النجمه. في حد يا اولاد يشيل غاده عبد الرازق؟ في حد يشيل اللي يشيل غاده عبد الرازق يبقى ايه؟ مجنون، يجي له هورنر سندروم. لو عورت الاستليت جانجلون ده يبقى ساقط. تمام يا ندى، يبقى ساقط اللي يشيل الاستليت جانجلون، العيان هيجي له هورنر سندروم. وانتوا بقى اول ما اقول هورنر، توزيس ميوزيس انهيدروزيس انفصالموس، دي انتوا عارفين. فخلي بالكم لو هعمل سيمباسيكتومي للور ليم، اللي اشيل ال 2 3 4، سيمباسيكتومي في الابر ليم اشيل تي 2 3 4، لكن هنا بسيب تي 1 وهنا بسيب ال 1. هنا بسيب تي 1 عشان غادة عبد الرازق ستريك جانجرين تعمل هورنر سندروم، وهنا بسيب ال 1 عشان انترنال سفنكتر ما يبص في العيان. ايه ده كده؟ يعني عندها هعمل له سمباسيكتوم، هشيل السمباسيتك جانجرين. تبع بقى اللور ليمب ولا الابر ليمب؟ لو اللور ليمب هشيل ال 2 3 4، لو الابر ليمب هشيل تي 2 3 4. فاهمين على ده؟ لا ايه رايكم في العنده؟ تحبوا تعملوا ازاي؟ لا لا، في ما بتكلم على الابر ليمب في حاجه زي اسمها رينولدز هناخدها. بالون دايلاتيشن، ليه يا اولاد بالون دايلاتيشن؟ شورت سيجمنت، تمام. بدخل بالونه وانفخ ستنت. طبعا بعد ما انفخ الستنت ده هدي انتي كواجلانت او انتي بليتلت، وهي بعد شويه هتبقى سيريالايز. شوفوا دي
بدأ يتجرأوا شوية لما السيجمنت بقت طويلة بالهبرينايز سيجمنت، بالهبرينايز ستنت. شايفين الستنت اللي حطوها؟ يعني بدأوا ياخدوا حاجات أطول شوية من 2 سنتي دلوقتي بسبب وجود الهبرينايز ستنت. فراد الشورت سيجمنت، شايفين الستنت ده قبل الانجيوبلاستي ودي بعد الانجيوبلاستي. ايه رايكم في اللي عنده ده؟ عنده ايه؟ الريش، تمام. الاورتو باي ايلياك اوبستراكشن، تحبوا تعرفوا ازاي؟ inverted y netted ducrum graft، تمام. inverted y netted ducrum graft ده لو الجنرال كونديشن كويسه. طب لو الجنرال كونديشن وحشه وما ينفعش ابنجه، هعمل له ايه؟ صح، اجزل له فيمرال او اجزل له باي فيمرال. دي النت داكروم جرافت شبه الانفيرتد واي اللي بيستخدموها، دي النت داكروم جرافت، ودي الاكزيلو باي فيمرال. يعني دي اكزيلو باي فيمرال، ممكن اعمل باي لاترال اكزيلو فيمرال او اعمل اكزيلو باي فيمرال. دي الاكسترا اناتوميك. ده منظر الجرافت بعد ما ركبت، شايفين منتظمة ازاي وموصلة الدم لتحت. ده منظر الجرافت بعد ما وصلت. طبعا مفيش اكسترنال ايلياك وانترنال ايلياك، هي واحدة وفيري سموث. ايه رايكم في العند ده؟ رايكم من ايديك ارض المسدود، اختاروا له علاج. تمام، نت الدكرم جرافت عشان هعدي على الهيب جوينت، تمام. اورتو ايديك. طب افرض ان العيان باد جنرال كونديشن ومش هقدر افتح بطن، يبقى اسمها فيمرو فيمورال مش باي فيمورال، اسمها فيمرو فيمورال باي باس. يعني ده اورتو فيمورال او اورتو ايلياك باي باس، ودي الفيمورو فيمورال باي باس. شوفوا الجرافت في الفيمورو فيمورال، خدت من الفيمورال المليان وكبيت على الفاضي. فيمورو في ده ماشيه تحت الجلد في السيمس بيوبس، فدي فيمورو فيمورال باي باس. طبعا انجي دي ديجيتال سبتراكشن. ها كفايه يا اولاد النهارده؟ ايه الاخبار يا اولاد؟ الحصه النهارده تقيله، فاهمينها ولا لا؟ حلو، الحمد لله رب العالمين. هي حصه من لا خلاص هخف عليكم خالص الاسبوع ده. كل سنه وانت طيب يا كرولس، عيني الاثنين يا حبيبي بعد شم النسيم اشد. الإشعاعات صعبة والعمليات صعبة يا ياسر، مش خصوصا الإشعاعات، الإشعاعات صعبة والعمليات صعبة، بس أهم حاجة إن في الآخر يعني أنت أورينتد وفاهم، لأن القراية بصراحة ربنا قراية البتاع ده يعني قراية الفاسكولار من غير ما تفهمها صعبة أوي بصراحة. ودلوقتي بقى نقول نعيمة.